شهدت المنطقة الوسطى مساء اليوم هطول أمطار تراوحت بين المتوسط والغزيرة، شملت فيلي ووادي فاطمة، حيث أدت تلك الأمطار لجريان الأودع والشعاب فيما صاحبتها رياح قوية. وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل قد توقع أن يكون الطقس اليوم حارا بوجه عام، مقابل احتمال تكون بعض السحب الركامية على السلاسل الجبلية بعد الظهر تمتد لبعض المناطق الوسطى. كذلك هي التوقعات اليوم غد الثلاثاء، فيما تزداد الحرارة نسبيا مع وجود الرطوبة. أما الرياح فتكون متوسطة الشدة، قد تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، وبالتالي لتدني مدى الرؤية الأفقية.